طيارية وجميلة وممتازة، الهدف الأول، والهدف الأول لصالح فريق سريع غينيزان في الدقيقة 18 من بداية المباراة بكرة مباغتة باغتت الجميع بالمختار، تابع الكرة في غفلة من دفاع فريق دفاع تاجنانت، ربما الكرة كانت تبدو بأنها ستبتعد من هناك إلى الخمسة أمتار وخمسين، ولكن بالمختار تابع الكرة والمخالفة الأخيرة المنفذة بإحكام من حروش، ما فيش وضعية تسلل لحظة خروج الكرة بكيفية ممتازة، فعل ممتاز بالمختار، هو الذي قطع الكرة التي كانت متجهة إلى خارج الخمسة أمتار وخمسين وسجل الهدف بكيفية ممتازة. بعد جنانت يحتل الصف الثالث عشر بمجموع 17 نقطة بأربع انتصارات، بأربعة انتصارات، هي كرة أخرى جميلة جميلة جميلة، ضاعت ضاعت هذه الكرة، ماذا بل الهدف الثاني من حسن حظك، من حسن حظك يا دراج، سجلت هذا الهدف، سجلت الهدف، واحد من أجمل الأهداف، لأنك ضيعت في الكرة الأولى الهدف الثاني للسريع في الدقيقة 38، يتحررون أكثر على المدرجات من صار فريق سريع غينيزان. دراج عادت البسمة لمحياه بعد أن حاول التفنن في التسجيل في الكرة الأولى، وسنشاهد الإعادة مع الزميل المخرج هيكل القاسمي، أراد بتفنن ولكن الحارس ليتيم في المرة الأولى المتابعة الممتازة ثم التوزيع، ودراج بهدوء وبرودة أعصاب يضيف الهدف الثاني، وجب التنويه والإشارة لهذه التوزيعة المليمترية من اللاعب بالمختار أمين في الكرة الأولى مسجل وفي الثانية ممرر، هو دراج يسجل الهدف الثاني، هدف جاء في وقته بالنسبة لأنصار السريع. طبعا كرة ثابتة، جيرابيس وهذه المخالفة، جيرابيس وهذه الرأسية، قلص النتيجة، قلص النتيجة مدافع فريق دفاع تاجنانت، هذا هو مزوني أو مزواني اللعب البديل، ومن كرة ثابتة طبعا، هي أول هدف الذي كنا نتحدث عنه قبل لحظات في الدقيقة 70 من بداية المباراة، يعدل النتيجة ولكن ليس من وضع التسلل، لأن المدافع أعتقد بأنه زيدان محمد الأمين هو الذي كسر مصيدة التسلل، وبالتالي مزواني قلص النتيجة ومنح الأمل لفريق دفاع تاجنانت أمامه 20 دقيقة في نفس التوقيت سجل فريق مولودية واران في الجولة الماضية لصالح السريع. حروش يحتفظ بالكرة، ممتاز التمريرات القصيرة مع مزيان عبد القادر، مزيان يواصل يحتفظ بها، مزيان أمامه ثلاث لاعبين، يواصل مزيان يسدد، ممتازة بعد أن استقبل وسدد بهذه الكيفية، الكرة في الشباك، الكرة في الشباك وفي الزاوية 90 التي لا يحبدها لا ليتيم ولا أي حارس آخر، لا بوصوف ولا شوشي ولا بوفون ولا حتى دينوزوف، شاهد كيف حرر الجميع هذا البديل بتغيير أكثر من رائع من جانب المدرب بوعكاز، وتنفس القدر السعداء أو بالأحرى وتنفس الفريق السعداء بهذا الهدف الثالث الذي سيواسي أو سيساوي نقاط ثمينة، ثلاثة أهداف يقابلها ثلاث نقاط من جانب فريق سريع غليزان، هل يكون قد
الطاقة الصفراء.